بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة يا شباب هنحل امتحان على الوحدة الأولى، والنهاردة هنحل السؤال رقم 5 اللي هو بيقول إيه؟ read and correct، اقرأ وصحح the underlined words، الكلمات التي تحتها خط. question number 1، السؤال رقم 1، What have you got in your bag؟ ماذا لديك في حقيبتك؟ طبعا مع have بنقول get، طبعا كلكم قلتوا ايه؟ طبعا got. ما ينفعش have يجي معها get، لان have يجي بعدها التصريف التالت لget، تبقى have هتبقى got. question number 2، السؤال الثاني، Who do you lives with؟ مع من تعيش؟ طبعا في المضارع البسيط مع you الفعل بياخدش s، يبقى lives هتبقى يا شباب هتبقى live. question number 3، السؤال رقم 3، yes نعم، my father have got a blue car، ابي عنده عربة زرقاء. طبعا كلمة my father ده مفرد غائب، يعني ينفع نقول have got ولا has got؟ طبعا بدل ما نقول apostrophe ve هتبقى يا شباب هتبقى father's apostrophe s، اللي اختصار لكلمة ايه؟ اللي هي has، عشان تبقى ايه؟ My father's got او my father has got. question number 4، I have never coffee for breakfast، انا لا اشرب قهوة ابدا على الفطور او على الفطار. طبعا هنا have never الترتيب ده غلط، بدل have never هنقول ايه؟ I never have، يبقى الجملة تبقى I never have، انا لا اتناول ابدا كوفي القهوة for breakfast على الفطور او على الفطار. شكرا يا شباب، والى اللقاء في الدرس القادم، مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.